بسم الله، خلينا نشوف تجربة لأوتوديسك 360. ده موديل معمول على النفس ووركس، والنفس ووركس والريفت بيديني إمكانية إن أنا أرفع الملفات بسهولة على أوتوديسك 360. زي ما أنت شايف تقدر تعمل زوم زي ما أنت عايز وتشوف الملفات زي ما أنت عايز براحتك، وفي أي وقت تقدر تروح للمنظر الأساسي اللي هو الهوم. تقدر تعمل تلف حول المبنى بالشكل دوت، تقدر تعمل بان تحرك مطرح ما انت عايز، تقدر تعمل ووك تمشي جوه المبنى، تقدر تعمل فيرست بيرسون كأنك انت ماشي تبدأ تشوف عامل ازاي، تقدر تعمل كاميرا وتتحكم فيها في الشكل بتاعها، الفوكس بتاعها بالشكل دوت زي ما انت عايز، تقدر تعمل زوم على جزء معين، تقدر تعمل ماركاب تكتب تشاور ترسم اي شكل انت عايزه، تكتب تكست زي ما انت عايز، وممكن تسيف السناب شوت دي عندك. تقدر تعمل اكسبلود للموديل بحيث تشوف التفاصيل بتاعته. كل دور وكل جزء بيبعد عن التاني زي ما انت شايف. نقدر ناخد سيكشن بالشكل دوت في الواي او في الزد او في الاكس واي زد زي ما انت عايز. دي الخصائص بتاعت اي عنصر تقدر تشوفها وتتعرف على الخامات وكل حاجة انت عايزها. دي السيتنج لو انت عايز تعمل سموث اكتر، تعرض النقط او متعرضهاش، تعرض الخطوط او متعرضهاش زي ما انت عايز. دي بعض الامكانيات اللي انت ممكن تلاقيها. ممكن تتحكم برضو في اللايتنج